أكدت هيئة البث الإسرائيلية اتساع الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف جالنت بشأن توسيع الحرب في الشمال. وقالت الهيئة نقلا عن مقربين من نتنياهو إنه سيستبدل جالنت إذا واصل الأخير معارضته لتوسيع الحرب في الشمال، وأن قائد الجبهة الشمالية يؤيد نتنياهو بشأن توسيع الحرب، لكن وزير الدفاع جالنت لا يزال يريد استنفاذ الوسائل الدبلوماسية قبل هذه الخطوة. وقبل ذلك أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إلى أنه لا يعرف متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة على وجه التحديد، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي ليس قريبا بعد من إنهاء الحرب. هاليفي قال إنه كلما طالت الحرب أصبح من الصعب إعادة الأسرى إلى ديارهم، مؤكدا أن مسألة إعادة الأسرى ستستغرق وقتا أطول إذا لم يقاتل الجيش حماس. قالت حركة حماس إن التقارير عن تجنيد الجيش الإسرائيلي لطالبي اللجوء الأفارقة للقتال في قطاع غزة ضمن صفوفه هو تأكيد على عمق الأزمة التي يعيشها، مضيفة أن ذلك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان باستغلال حاجة المهاجرين وطالبي اللجوء للزج بهم في المعارك، وذلك لتعويض النزف في الجيش الإسرائيلي. والآن مشاهدينا، إقامة دائمة وراتب محفز، بهذا الطعم تحاول إسرائيل استدراج طالبي اللجوء من الأفارقة لتجنيدهم في حربها في غزة. هذه المعطيات أوردتها صحيفة هآرتس موضحة أن الانتقادات الداخلية لاستغلال هؤلاء الأشخاص ممن فروا من بلدانهم بسبب الحرب جرى إسكاتها. وقالت إنه في أعقاب هجوم حماس تطوع العديد من طالبي اللجوء في مراكز القيادة المدنية، وكان بعضهم على استعداد للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، وهذا ما شجع وزارة الدفاع الإسرائيلية على استخدام مساعدة طالبي اللجوء واستغلال رغباتهم في الحصول على وضع دائم في إسرائيل كحافز. هآرتس ذكرت أنه في الماضي أراد العديد من طالبي اللجوء ممن يرون في الجيش أفضل طريقة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي أرادوا التجنيد في القوات الإسرائيلية، ويوجد حاليا نحو 30,000 طالب لجوء إفريقي يعيشون في إسرائيل، ونحو 3,500 منهم سودانيون حصلوا على وضع مؤقت من المحكمة إلى غاية البت في طلباتهم. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أنه حتى الآن لم تمنح إسرائيل أي طالب لجوء ساهم في المجهود الحربي وضعا رسميا، وما يعيق ذلك حسبها هي الاعتبارات الأخلاقية. وجمعت هآرتس شهادات متطابقة للاجئين اتصلت بهم الأجهزة الأمنية بغرض تجنيدهم، وقالت إنه جرى إغراؤهم بمرتبات محفزة وتعديل وضعهم القانوني بصفة دائمة. وهذه ليست المرة الأولى، ففي الماضي سمحت الحكومة الإسرائيلية لأبناء العمال الأجانب بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، وذلك مقابل تسوية أوضاع أقاربهم المباشرين. وعلمت صحيفة هآرتس أيضا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تدرس حاليا إمكانية تجنيد أطفال طالبي اللجوء ممن يدرسون في المدارس الإسرائيلية. والآن
الآن مشاهدينا ننتقل إلى القاهرة، معنا المختص في الشأن الإسرائيلي في مركز الأهرام للدراسات السياسية سعيد عكاشة، وأيضا من رام الله معنا الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب. أهلا بكما ضيفي الكريمين. بداية سيد عكاشة، هل بالفعل هذا التصرف هو مخالف لقوانين حقوق الإنسان وهو تجنيد أفارقة في الجيش الإسرائيلي؟ بطبيعة الحال هناك مشكلة قانونية وأخلاقية أيضا. هؤلاء لجأوا أو ذهبوا إلى إسرائيل هربا من الحروب الأهلية في بلادهم، وبالتالي لا يجب أن يتعرضوا لضغوطات للقبول بوضع يعرضهم لخطر آخر، لحروب أكبر وحروب ليست في أراضيهم وليست من أجل قضاياهم الخاصة بهم. فبالتالي هناك قضية أخلاقية ارتكبتها إسرائيل، ارتكبت مخالفة أخلاقية، ومن الناحية القانونية أيضا لا تجيز القوانين الدولية لإسرائيل الحق في استغلال أوضاع هؤلاء ومعاناتهم للضغط عليهم لاتخاذ مواقف لا يريدونها. نعم، الآن إلى ضيفي من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب. من متابعتك للشؤون الإسرائيلية، هل بالفعل هذا التقرير يمكن أن يكون دقيق؟ وهل تقدم إسرائيل على مثل هذه الخطوة في جيشها؟ تحياتي لك ولكافة المشاهدين ولضيفك الكريم. يعني أولا من حيث المبدأ هذه مسألة ليست غريبة ولا مستهجنة على إسرائيل. عمليا هي هناك تقارير تتحدث أو تحدثت عن استخدام مرتزقة أوروبيين للقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة مقابل 3900 يورو أسبوعيا، وهذا مبلغ كبير قياسا بما يحصل عليه المرتزقة في ساحات أخرى. وبالتالي موضوع التقرير من الواضح أنه تقرير يستند إلى معلومات مؤكدة. ويعني دعينا أقول أنه مسألة ملف الأفارقة أو اللاجئين الأفارقة في إسرائيل هي مسألة يعني لها جذورها في المجتمع الإسرائيلي ولها جذورها في كيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع هذا الملف منذ بدأ تدفق اللاجئين الأفارقة عام 2006 إلى إسرائيل. ومن هنا لا غرابة فيما يحدث، لأنه عمليا لم يجد هؤلاء اللاجئين سوى المشاركة في الحرب من أجل الحصول على الإقامة الدائمة في إسرائيل. عمليا كما أشرت هناك أكثر من 30,000 لاجئ أفريقي في إسرائيل، غالبيتهم من أريتريا وأثيوبيا والسودان. حتى الإقامة المؤقتة التي منحت 3500 سوداني بحاجة للتجديد كل 6 شهور، وهذا جاء بعد عناء وجهد معاناة طويلة لهؤلاء الأفارقة. ومن هنا أيضا هذا الموضوع يعبر عن أزمة أو أحد الأزمات التي بدأت تتسلل في صفوف الجيش الإسرائيلي نتاج الحرب على قطاع غزة والساحات الحرب المتوقعة الأخرى سواء في جنوب لبنان أو في الضفة الغربية. وهذا محاولة يعني تقليل أو تعويض الخسائر وتعدد الجبهات التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي من خلال تجنيد هؤلاء الأفارقة مقابل الحصول على الإقامة أو الحصول على وضع إنساني أفضل. وبالمناسبة أيضا كما أشرت لم يحصل أي ممن شاركوا في القتال في صفوف الجيش الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة على أي نوع من التسويات القانونية لأوضاعهم في داخل إسرائيل. وهذا نعم. يأتي أيضا لأنه عمليا إذا سمحتي لي، الثقافة القائمة في إسرائيل هي قائمة على تفوق العرق اليهودي، وينظر لهؤلاء اللاجئين بأنهم سيؤثروا على هوية الدولة كدولة يهودية أو سيدنسوا هوية الدولة كدولة يهودية. ومن هنا هذا الموقف من اللاجئين الأفارقة. يعني هؤلاء أصلا، نحن بداية للاستفسار، هؤلاء ليسوا يهود؟ لا. نعم، هناك فرق ما بين اليهود الذين تم استجلابهم من أثيوبيا والذين يبلغ عددهم تقريبا 130,000،
وما بين اللاجئين الأفارقة، ولكن أيضا هؤلاء الذين يطلق عليهم اليهود الفلاشة أيضا يعانوا من تمييز عنصري ومن حملات كراهية يقودها العديد من المجموعات اليهودية المتطرفة. بالمناسبة يعني هناك بعض المجموعات اليهودية تطلق على بعض عملياتها صيد الأفارقة، تلاحق الأفارقة في المدن الإسرائيلية وتؤذيهم ويتعرض للضرب والإهانة من قبل هذه المجموعات. وبالتالي نعم. مسألة التسوية القانونية أنا أشك أنه إسرائيل ستقوم بهذا الأمر، لأنه عمليا هي تسعى إلى إعادة ترحيلهم من قطاع غزة، وسبق أن حاولت تهجيرهم أو إعادتهم. سيد أنور، أنت تحدثت بنقاط مهمة، الرجاء أن تبقى معي لأنني سأنقل بعضها للسيد عكاشة. بداية سيد عكاشة، دخول هؤلاء إلى الجيش الإسرائيلي، هذا ليس أول جيش يقوم بهذا الأمر، الأمريكيون سبقوهم، الروس سبقوهم، ولا أدري إن كان هناك جيوش أخرى، لكن ألا يؤثر دخول هؤلاء على عقيدة الجيش الإسرائيلي، ولا يؤثر أيضا على نوعية القتال على الأرض كونهم مرتزقة بالنهاية؟ يعني أعتقد أن الظرف الذي تعيشه إسرائيل الآن بعد حرب 7 أكتوبر المستمرة حتى الآن، هناك يعني شبه إجماع أن إسرائيل لن تستطيع أن تفي بكل متطلبات الأمن في عدة جبهات في نفس الوقت، وبالتالي أصبحت هناك نوع من المرونة في تقبل وجود هؤلاء داخل الجيش الإسرائيلي. التأثير على عقيدة الجيش الإسرائيلي يمكن حسمها بأنه هل هؤلاء سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية؟ هناك مسألة خطيرة حدثت في عام 2014، أنه قانون صدر في إسرائيل واحتجت عليه الحاخامية الكبرى في إسرائيل بالقبول بنوع من التسهيلات في التهود. يمكن لهؤلاء أن يتحول الجيش الإسرائيلي إلى هناك حاخام داخل الجيش الإسرائيلي، حاخام عسكري، يمكن أن يقنع هؤلاء بالتحول إلى الديانة اليهودية والتهود واستخدام القانون في 2014 لكي يصبحوا يهود، وبالتالي يمكن أن يحصلوا على ضمانات، يمكن أن تزيد الأعداد التي تطلب الدخول إلى الجيش الإسرائيلي، سيتم إزالة العائق الخاص بأنه هؤلاء ليسوا يهود، هم أصبحوا يهود بحكم التهود. هذه الأمور واردة خاصة بأنه إسرائيل لا تعاني فقط من مشكلة قلة عدد الجنود التي تحتاجهم، هي أيضا العمالة، أصبحت هناك مشكلة في العمالة في الداخل، هؤلاء يمكن أن يخدموا في أكثر من قطاع، في الحراسة المدنية في الداخل إذا لم يقاتلوا يمكن أن يتولوا حراسة المباني في بعض المناطق في بعض المستوطنات، إذن أدوارهم يمكن أن تكون مختلفة. ولكن العامل الحاسم هما عندما يتم عرض الدخول إلى الجيش إليهم، البعضهم يتشكك في أن ذلك قد يؤدي إلى موته دون أن يحصل على تعويضات لعائلته أو غير ذلك. أعتقد أنه في الأيام القادمة ربما نشهد تحرك من الحاخامية العسكرية لإقناع هؤلاء بالتهود أيضا وليس فقط الدخول إلى الجيش.